حرام والله اللي لعيبه النادي الاهلي بتعمله في جماهير النادي الاهلي، اكبر حرام. بتلعب على ملعب متميز جدا، ملعب كان بتلعب عليه كاس عالم 2010، ملعب سجاده وفي اجواء 10 على 10، والجو فيه هوا والجو زي الفل، وتغلب خمسه من فريق ما يجيش نص الفرقه اللي كان اخدت البطوله سنه 2016. فريق عادي فهمش غير 3 4 لعيبه كويسين والباقي كله لعيبه عاديه. احنا النادي الاهلي زعيم افريقيا، احسن فريق في تاريخ القارة، هتغلب خمسة من فريق من وجهة نظري أقل من العادي، أقل من العادي. اللعيبة يعني مش عارف، أنا مش عارف في ياسر إبراهيم يا جماعة، أنا قلت لازم يمشي من الأهلي، رامي رباعي لازم يمشي، لازم يحصل غربلة في أول الموسم، لازم كولر يعمل غربلة للفرقة كلها، حرام. ده مش النادي الأهلي، ولا دي الروح اللي النادي الأهلي دايماً معودنا عليها، حرام. هتغلب خمسة من فريق من وجهة نظري عادي جدا جدا. انت بتلعب مش تلعبش ريال مدريد، وغير انت زعيم افريقيا، انت اخد 10 بطولات، فريق عادي كلهم لعيب فوز، مش غير واحد ولا اتنين كويسين، واحد ولا اتنين. هو مارسيلو الليندي ده اللي جاب اول جول لعيب كويس، بس ما يخضش يعني، ما يخضش، حرام والله. انا في حياتي ما شفت النادي الاهلي بالطريقه دي، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اولا الاداره الفنيه سيئه جدا من كولر، البدايه غلط، اكبر غلط، ونازل فاتح من اول دقيقه وعندهم سرعات وبيلعبوا على الكاونتر اتاك، عندهم سرعات غير عاديه، وفي نهايه المباراه الاستحواذ بيخلص 60 40، يعني برضو الاستحواذ ما كانش لينا. في نص الملعب قندوسي ما اعرفش احنا بنراهن عليه، بنقول عليه لعيب كبير، النهارده شفناه باداء مغاير تماما يا جماعه، حرام. لازم يكون في رد فعل من كابتن محمود الخطيب، لازم خصومات من اللعيبه دي 10% اقل حاجه من عقد كل لاعب. لعيبه بتتدنجل في الملعب كان كاسبين. النهارده علي معلول هو الاهلي احسن لعيب في الفرقه، النهارده علي معلول. محمد الشناوي سيء 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 في كل قراراته، ده في 3 جوان دخلوا ما عملش عليهم تراي. الشناوي ضرب غطس وحش قوي. ياسر ابراهيم سيء يا جماعه سيء، ما يلعبش في النادي الاهلي. محمد هاني النهارده شال جول بس برضه ناحيه اليمين دي شوارع، ويرجع يقول لك بيرسي تاو. بيرسي تاو النهارده افضل لعيب عامل لك شكل في خط الامام. عبد القادر نازل تايه، يا عم طاهر ينزل اخر ربع ساعه ما يبداش مباراه. وشريف دايما في الماتشات الكبيره يا رجلي يا ايدي، دايما كرامبات، دايما بيجي له شد وكرامبات. فين يا عم الفرقه دي؟ مش فرقه النادي الاهلي يا عم كولر، حرام. انت يعني 70 مليون مصري بيشجعوا النادي الاهلي، حرام اللي بيحصل في النادي الاهلي. ما يتغلبش خمسه من فريق عادي، والفرقه دي بتتعادل معاك على ارضك، يعني كارثه من الكوارث. دلوقتي احنا ما قدمناش اي فرصه غير نكسب الماتشين ونستنى صن داونز اللي هيلعب بالبدلاء في ماتش المريخ الماتش الجاي في الهلال في مدرمان. صن داونز مش هيطلع من مدرمان يا جدعان، مش هيطلع من مدرمان، ده صن داونز مش هيطلع من المدرمان. اقل حاجه اللي لا ياخد بونت مذبحه هناك، مذبحه في المدرمان في السودان. هيبقى في جماهير؟ طبعا مفيش جماهير. اللعيبه موقوفه؟ لعيبه موقوفه. ادريم موقوفين؟ ادريم موقوفين، بس المباراه في السودان وصن داونز صاعد صاعد واول، فمش فارق له، ممكن اصلا يروح بالسكند تيم بالفريق التاني، مش فارق معاه، هيلعب بكل الاحتياطي. وحارس المرمى تعبان، كل رد فعله سيء. يعني كانت فرصه النهارده النادي الاهلي يطلع بالتعادل، تكسب الماتشين الجايين سقط رسمي، ماتش القطن في المتناول. طب ماتش الهلال لازم تكسبه على ارضك، ولازم الهلال يخسر من صن داونز، دي المشكله. اتمنى النادي الاهلي يطلع من الكبوه دي، بصراحه كارثه من الكوارث. انا اول مره اشوف النادي الاهلي كده، حرام حرام اللي بيحصل في النادي الاهلي ده، حرام. يا عم كولر مش عارف قيمه النادي الاهلي، غور في داهيه، امشي. اللي مش قد التيشيرت الاحمر يمشي، اللي مش قد النادي الاهلي يمشي، حرام. لعيبه بتاخد 17 مليون و20، يعني الشناوي بياخد 20 مليون جنيه، حرام عليه. يقعد بقى يلعب علي لطفي، والله مصطفى شوبير احسن منه. انت بتتنك وبتكبر، انت ما عملتش تراي على كوره، حاجه تحرق الدم. ياسر ابراهيم ده سيء، بديهات الكوره بيلعب على الكوره، ما بيلعبش على اللعب، ما بيلعبش على مكانه، وطريقته في الزون ولا في الدفاع الكومباكت سيئه. طار محمد طار في الجون الثاني، يا عم اطلع الشناوي، اعمل لك طالع طالع اطلع، كسرت مسات التسلل. انا مش عارف في ايه،
ما فيهمش غير اتنين تلاتة كويسين، حرام والله. اللعيب اللي اسمه بيتر المهاجم اللي جاب جولين في اخر اخر 10 دقايق ده، لعيب كويس وبيلعب منتخب جنوب افريقيا من هدافين الدوري الجنوب افريقي، بس عادي يعني عادي. محمد عبد المنعم النهارده راجل، جنبه بقى ما حد يغرق مصر كلها، يعني ياسر ابراهيم ده يغرق اتخن مدافع في مصر، اتخن مدافع في مصر ياسر ابراهيم يدخله المشرحه. بطيء سيء، رد فعله قليل جدا، ما بيلعبش برجله الشمال كويس، ما بيلعبش بدماغه كويس، بدنيا مش جاهز، واقع. رامي ربيعي نزل زود الطينه بله. ده مش النادي الاهلي يا جماعه. كابتن محمود الخطيب يا اسطوره يا كابتن بيبو، لازم تشوف لك حل للفرقه دي، حرام. افريقيا هتضيع وللسنه الثانيه على التوالي، يعني على الاقل السنه اللي فاتت خسرت وبقيت في الوصافه من الوداد، مفيش مشكله، وقبلها بسنتين اخد البطوله، سنتين ولا ثلاث سنين على التوالي، كويس. في اخر اربع سنين وصل اربع مرات مربع ذهبي، كويس. بس النهارده صن داونز فريق عادي، ده احنا كسبناه رايح جاي السنه قبل اللي فاتت ولا اللي فاتت. لازم واقفه مع الفرقه دي وابني على الماتش ده بقى. الماتش ده انساه، جماهير مصر كلها تنساه. النتيجه رخمه وخنيقه وتخنق وتضايق، بس هتعمل ايه؟ ده كوره بس. ما خسرش خمسه ومن فريق والله عادي جدا جدا، وخسرت من الهلال عادي جدا، حرام. وفين كهربا يا عم شريف؟ يا عم لعب كهربا وشريف، كهربا رجله كويسه على الجول، كهربا خطر، بيعرف يعمل اسيستات، لعيب سريع، لعيب بصير، من اللعيبه هايله جدا، حرام. فنيا النهارده النادي الاهلي سيء، 60 او 58 42، حرام. احنا النادي الاهلي يا جماعه، اللي مش عارف امتى التيشيرت يمشي. ولسه محمد عبد المنعم توصيه من الكابتن محمود الخطيب، كان اللي قاعد مع امير توفيق قال لي خليه لعيبه من الفئه الاولى مع معلول مع السوليه. بصراحه السوليه نص الاهلي في نص الملعب. حمدي فتحي النهارده ضارب غطسي مش ممكن، قندوسي مرعوش لسه جديد فالماتش تقيل عليه. اليو ديانج النهارده ميس باص غريب، نص الملعب سائل للغايه يا جماعه، غير كده بيعمل حاجه كويسه قوي مدرب صن داونز، الاختراق من العمق. عارف ان عندنا ياسر بيه ابراهيم ومحمد عبد المنعم شايل الليل لوحده، بيتحرك عرضي في كل، بيغطي على الاربع لعيبه، على الثلاث لعيبه اللي معاه، بيلعب سير دباك وفي نفس الوقت ستوبر، بيميل هنا وبيميل هنا وبيميل هنا، لعيب هايل وبيزيد في نص الملعب. ياسر بقى نقطة ضعف، ياسر ابراهيم يا جماعة نقطة ضعف، نقطة ضعف أي فريق ياسر ابراهيم، حرام اللي بيحصل في النادي الأهلي. لازم كابتن بيبو يعمل وقفة، اللعيبة دي يتخصم منها مرتباتها، يتخصم منها المكافآت، اللعيبة دي لغاية لما المباراة الخامسة دي تتعوض يكسب القطن ويكسب إن شاء الله بإذن الله الهلال في مصر أقل حاجة 3-4-0. احنا كده النتيجه مش في ايدينا، النتيجه في ايدين نادي الهلال، عفوا نادي صن داونز، ان لازم يتعادل مع الهلال او يكسب الهلال. طب لا قدر الله الهلال كسب، مش محتاج يجي مباراه مصر دي، مش محتاج. ولازم الامن يسمح لنا ب 30 و40 الف متفرج، لازم. النهارده ملعب صن داونز مردوم اكتر من 50 الف متفرج، وده جنوب افريقيا يا جماعه، احنا نفضل لامتى بنتفرج على الناس؟ اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، بصراحه مباراه سيئه جدا، مباراه للنسيان فنيا واداريا، ويعني لعيبه سيئه جدا، ما شفتش في حياه النادي الاهلي بالسوء ده. أسوأ مباراه للنادي الاهلي من ساعه المباراه اللي خسر منها من صن داونز خمسه. اللي مش قد النادي الاهلي يمشي، اللي مش عايز يلعب في النادي الاهلي يمشي، النادي الاهلي اكبر من اي حد، واللي بيتنك على الكوره غرف داهيه مش محتاجينه.